السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين شيوات أم العربي. كيف كتشوفوا اليوم ما كاينش شي وصفة. اليوم جيت نشارك معكم بعض المشتريات اللي خديت، اللي كانوا خاصيني في البيت يعني، وخديتهم، اللي هما من شركة ديال كيف كتشوفوا لامارك طوريس. هنا ثلاثة ديال لي زارتيكل اللي وصلوني، اللي هي هاد الشوبر أو لا هاد الهاشواغ، اللي انا غادي ندير معكم وصفه وغتشوفوها كيف كطحن. ما شاء الله راه شي حاجه اللي زوينه بزاف. وصلتني هاد المولاه او الطحانه ديال القهوه، ووصلتني العجانه. انا عندي عجانه كبيره البنات كيف شفتوا فاش كنت شاركتها معكم، ودابا خديت وحده صغيره للاستعمال اليومي، فهمتوا؟ فدابا غادي نفتحهم وغادي نوريكم كل ارتيكل بوحده. فاول حاجه غادي نبدا بها اللي غادي نوريها لكم، وهي هاد العجانه راه حيدتها من الكرتونه. ها هما هاد الفرشيوات اللي كتجي فيه كامل البنات. فهذا الكتيب ديالها، غير نسخر باش تبنى. كيف قلت لكم كيجي معها هاد الكتيب الخاص ديالها اللي هو هذا. هنا طبعا البريز ديالها باش كنبرونشيوها، وغادي نجيو باش تشوفوا معايا. فهنا كيفاش كنفتحوها، كيجي معاها هذا الغطاء اللي كنغطيو به هذا لو بول ديالنا باش كنعجنوا، باش ما يبقاش يطير الدقيق ولا اي حاجه كنديروها. وعاد كاين هذا الفراغ البنات اللي به بغينا نزيدو الطحين، بغينا نزيدو الزيت، بغينا نزيدو اي حاجه. المهم هذا كغطاء. وهنا لي زاكسسوار ديالها، يعني الفوي ولا فكيجي فيها هاد الفوي اللي كنديروا به الزبده ولا تنطلعوا به البيض، اي حاجه بغينا. هو هذا كيجيو ثلاثه. هذا هذا ديال الصابلي، كنعجنوا به جميع انواع الصابليات الحلوه. وهذا اللي هو الاستعمال اليومي بجميع العجينه اللي كنديروا، يعني هذا هو اللي كنعجنوا به العجينه، سواء ديال الخبز، ديال البطبوط، ديال المسمن، اي عجينه بغينا نعجنوها وتتدلك، هذا الكروشيه هو اللي كيدلك لينا العجين. هذا هو اللي كنستعملوا يوميا. وعاد معها هذا لو بول، لو بول كيهز هذا العجانه يعني الاخرى اللي عندي كبيره فيها 7 يطرو، هذه فيها غير 4. هذاك الشيء علاش خديتها صغيره للاستعمال اليومي البنات. هي هادي صافي، كتحطها هنا وكتسدي هكا، كتسد وكت يعني اللي بغيتيه. انا دائما غتلقاوني غنخدم بهذا بزاف لانه هو ديال الاستعمال اليومي. صافي كتسديها، اصلا كديري هذا هو الاول البنات، يعني الغطاء او لا تبدأ. المهم اللي بغيتي ندير لو كروشي ديالي، اولا ولا العكس، يعني ديروا الكروشي هو الاول وتخدموا. هذه هي العجانه ديالنا. فكيف قلت لكم السعه ديالها فيها 4، وهنايا اللي السرعات فيها حتى 6 ديال السرعات، يعني كتمشي حتى 6 ديال السرعات باش فيها من 1 حتى 6. انت كدوري على حساب السرعه اللي بغيتي. هذه هي العجانه. دابا غادي ندوزو للارتيكل الثانيه، واللي هي هاد الشوبر او لا المفرمه او لا الطحانه الهاشواغ، يعني كل واحد وكيف كيسميها. فيها لا بويسونس ديالها 400 واط، كتهز لو بول ديالها كيهز يطرو نص من الزجاج. انا غادي نحلها لكم باش تشوفوها. هذه اللي عاجباني البنات وجاتني مع العيد الكبير، زعما شي حاجه زوينه وغادي تنفعني بزاف. فهي هذه، حتى هي كيجي معها الكتيب ديالها اللي يشرح لك جميع التفاصيل ديالها، ومع هذا الموس. زعما ملي كنكونوا بحال ملي نكونوا كنطحنوا بغينا نمسحوا الجناب، فمع الكتيب وهذا السكين. فهذا هو الموتور ديالها ولا هذا هو الراس، فيه جوج سرعات كتبغي الى واحد او لا زوج. ثقيله بزاف البنات، انا كانت عاجباني بصراحه. ها هي لا مارك طوريس. هنا هذه
مغلقه ديالها باش ملي كتكوني طحني، يعني راه كاينه في كاع لي هاشوار. هادي غير هادي بلاستيك، ولكن لو بول هو لي زاج، فيها موس اللي فيه 4 ديال الشفرات، يعني راه كيفرم مزيان. كاين اللي كيكون فيه غير جوج اولا كيكونوا 3، هذا فيه 4. وطبعا فيه هاد الجلده اللي كتحطيها في الاسفل ديال باش ما يبقاش تحرك، وفيها لو بول هو هذا ديال الزاج، وكبير البنات وزوين، وغادي نطحن فيه قدامكم وغادي تشوفوه. وهذا انا عجبني بزاف لانه غادي ينفع، وهو هذا ينفع اي سيده في البيت، هذه ضروريه في البيت ديالنا البنات. فدابا غادي ندوزو للارتيكل الثالثه وهي الطحانه ديال هو اللي هي هذه، هي كنقولوا طحانه القهوه، ولكن هي راه كطحن التوابل، كطحن كلشي، يعني ماشي غير ديال القهوه فقط. المهم انايا بزاف د البنات كيقول لك شاركي معنا المشتريات اللي كتاخدي، وهادو من بين المشتريات اللي كانوا خاطيني في الدار وخديتهم وانا قلت نشاركهم معكم. فهذه هي الطحانه، يعني كنقولوا حنا المولان ديال القهوه ولا طحانه القهوه، ولكن راه طحني فيها القهوه وجميع انواع التوابل عندك في الدار. فهي هذه كتجي على هذا الشكل من الاينوكس، زوينه بزاف حتى هي، ها هي. وهادو هما المشتريات ديالنا يا البنات، قلت نشاركهم معكم، يعني علاش لا. هما هادو خديت 3 ديال لي زارتيكل، طحانه القهوه، الهشوه، والعجنه اللي كانت خاصاني، يعني خاصاني صغيره. فنتمنى هاد المشتريات ديال اليوم يعجبوكم. وبالمناسبه اللي بغى شي حاجه ما عليه الا غادي نحط لكم كل المعلومات في صندوق الوصف، وطوغيس دايره ليا واحد الكود برومو، يعني اي واحد مشى من طرفي غادي نخلي لكم الكود برومو حتى هو في صندوق الوصف ام العربي 21. اللي بغى شي حاجه على جميع منتوجات طوغيس لغايه اخر هذا الشهر، يعني شهر 7 حتى الاخر ديال شهر 7، اللي خدا من عندهم شي حاجه وعطى له كود برومو ديالي اللي هو ام العربي 21، راه عنده نقص ديال 10% على اي منتوج بغى، ماشي غير هادو الثلاثه اللي خديت انا، ولكن على اي ارتيكل من الشركه، من لو سيت ولا من الانستغرام اللي غادي نحط لكم ديال لي زارتيكل طوغيس. يعني ماشي غير على هاد ثلاثه ديال البياسات، على اي حاجه بغيتو تشريوها عندكم نقص 10% على شرط انكم تعطيوهم كود برومو ديالي اللي هو ام العربي 21. ما علينا، غادي نخلي لكم جميع التفاصيل في صندوق الوصف. اللي بغى شي حاجه راه كيوصلوا حتى يعني لجميع انحاء المغرب، كيوصلوا لكم حتى لباب الدار. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.